لآخر تقرير بالبرنامج أكاديمية مهد. حقيقة أنا أرفع القبعة لمن فكر فيها، وأن تصل متأخرا خير من ألا تصل أبدا. هي مشروع وطني متكامل هدفه تأسيس جيل، مش كرة قدم فقط، جيل رياضي سعودي عبر استكشاف المواهب وتطويرها وتدريبها من أول ما من المهد إلى العالمية. مير العابد من دبي وعايد السعدي من الرياض. They always say you can be whatever you want or the person your parents want or the person we want you to be, a champion. Take it or leave it. بكم من أكاديمية مهد الرياضية أرض الأبطال، والتي تهدف إلى صناعة جيل رياضي سعودي في المستقبل، ويهتمون كذلك بالعديد من الجوانب مثل السلوكيات والجوانب الفنية الرياضية وكذلك التعليم. أربع أيام يكون تمارين رياضية، تدريبات لياقية فنية تكتيكية في جميع عناصر كرة القدم، يوم مباراة ويوم نعلمهم شيء جديد اللي هي الرياضات المختلفة المالتي سبورت، تكون عن طريق كرة السلة، كرة الطائرة، السباحة، التنس، جميع الرياضات يخوضها اللاعب عشان يكون لاعب متكامل، وننشأ لاعب إن شاء الله بإذن الله يكون متكامل في جميع العناصر اللياقية والعناصر البدنية. الآن عمرك 13 صح؟ صح. من 10 سنوات وينك؟ من الله في كأس العالم مع هذا المنتخب. ودك تصير زي من بعدين؟ ديفيز لاعب بايرن. من مثالك الأعلى أو من هو الحارس اللي تحبه تبي تصير زيه؟ حقيقة قراهي معجب فيه ويعجبني قراهي. حارس الاتحاد؟ إيه صحيح. وغيره؟ ويعجبني حارس النصر عيد عبد الله. كويس عجبني. من ودك تصير زيه بعدين؟ كريستيانو. إن شاء الله تصير أحسن منه بعد. إن شاء الله.